حيث يتجدد بنا اللقاء معكم بحفل تسليم جوائز درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دورته الثانية، وسعياً نحو توفير فرص أكبر للمشاركين لتحقيق أحد ألقاب الجائزة. نود أن نؤكد لمعاليكم ولكم جميعاً، منذ إطلاق هذه المبادرة قبل عامين وجدنا أن الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين حريصة على الوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات. تتملكني السعادة الغامرة للوقوف أمامكم في هذا المحفل الكريم. كانت ولا تزال تنطلق من دورها الوطني ليس فقط كمؤسسة إعلامية، بل أنها تنشد على الدوام التطوير والتحديث. إن فكرة المسؤولية الاجتماعية منذ ظهورها في القرن الماضي هي آخذة في التطور، فتخطت مبدأ مساهمة الشركات الخاصة. فتهانينا للبلاد وتهانينا للبحرين. الفائز بدرع التميز البيئي شركة ألمنيوم البحرين ألبا. الفائز بدرع التميز الاقتصادي شركة استيسي البحرين. الفائز بدرع التميز الاجتماعي بنك البحرين الوطني. الفائز بالجائزة الكبرى لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2023 شركة بابكو للتكرير.